السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من كورس أردوينو أونو أوميجا 2560 توتوريال، وهنكمل سلسلة الدي سي موتور، والنهاردة الحلقة التالتة. لو سمحت دي لو أول مرة تشوف فيها الحلقة ياريت تروح تسمع الحلقتين اللي فاتوا الأول عشان تقدر تفهم حلقة النهاردة. إن شاء الله النهاردة هناخد البانج بانج كنترول، وهناخد البي كنترولر والبي آي كنترولر، ودول هنطبقهم على الدي سي موتور بتاعك. طبعا بعد الفيديو انت ممكن تطبق بي اي دي كنترولر كمان على الدي سي موتور، مفيش مشكله، هي نفس الكونسبت لكل الحالات. المهم ان انت تفهم الفكر بتاع البرنامج بتاع النهارده. ده الدرايفر، وده شرحناه في اول فيديو. طبعا عندنا هنا الاوبتو ايزوليتور اللي هو اي ال دي 74 على طرف الانود بتاع الليد اللي هنا، دي هنوصله على بن 10. بن 10 هتشتغل ديجيتال انبوت اوتبوت، وفي نفس الوقت هتشتغل كانالوج اوتبوت يعني بلس ويدث. والطرف الثاني هنا بتاع الكاسود هنوصله بمقاومه 330 والارضي، وطرف الكوليكتور هنا على 12 فولت ومتوصل مقاومه 10 كيلو مع البيز بتاع تي اي بي 120، ده باور ترانزستور زي ما قلنا، والاميتر بتاعه بالارضي. الكوليكتور متوصل عليه الدي سي موتور اللي متوصل على 12 فولت، على الدي سي موتور مكثف عشان يعمل استابيلتي في الفولت او استقرار في الفولت. ومعانا باور دايود هنا 1N4004 طبعا في اتجاه معاكس فري ويلنج دايود عشان يحمي الترانزستور والدايره بتاعتي في حاله ان انت بتعمل كات اوف او انقطاع للتيار عن الدي سي موتور عشان ما يعملش بريك داون للترانزستور عن دي. الدايره ببساطه هروح للبانج بانج كنترول، هو بكل بساطة عندنا الدي سي موتور هنا، وباخد الاوتبوت بتاعه اللي هو السبيد بقيسها عن طريق التاكوميتر. التاكوميتر طبعا خارجه فولت. عندنا هنا اف كونديشن، عندنا الانبوت بتاع الاف كونديشن او الحالة الاولى للاف كونديشن عبارة عن الاس بي تارجت ريفرنس بتاعي او السرعة اللي انا عايز الموتور يدور بيها اصلا، ودي بتبقى كونستانت اليوزر بيدخلها، وبقيس السرعة عن طريق التاكو بتاعة مين الدي سي موتور، وابتدي يقارن. لو كانت السرعة اللي جاية اكبر من الاس بي تارجت يروح طافي الموتور، لو كانت السرعة اللي جاية من التاكو اللي هو قايسها اقل من الاس بي تارجت يشغل الموتور، يعني شغال اف كونديشن عادي خالص. وهنا طبعا الموتور بيشتغل ايه اون اوف يعني ديجيتال، عشان كده هيسموها بانج بانج كنترول او اون اوف كنترول، لان انا بشغل الموتور هنا ديجيتال اون اوف. وبالتالي هنا عندنا الاس بي تارجت وليكن 750. خلي بالك هنا المقارنه لازم تتم بين قيمتين لهم نفس الوحده، يعني لو كانت هنا السرعه لازم هنا تبقى سرعه، لو كان هنا فولت يبقى لازم هنا تبقى فولت. نفترض الاس بي تارجت هتبقى سرعه 750 ار بي ام، وبالتالي لازم خارج التاكوميتر احوله لسرعه لان خارجه بيبقى فولت. زي ما قلنا ادي الاس بي تارجت ده الريفرنس بتاعي، انا عايز الموتور يدور بالسرعه دي. ففي البدايه الموتور مش بيبقى شغال، انا بعمل له اون، فلما بعمل له اون السرعه مش بتزيد في ايه في زمن صغير، لا بتاخد زمن كده عشان هي تستقر وتوصل للماكسيمم. فبالتالي ممكن السرعه تزيد عن السرعه المطلوبه، فاول ما لقاها تزيد عن السرعه المطلوبه هنا او اتعدت الرينج بتاعي بروح انا اعمل لها اوف، وبعد كده تاني اقيس السرعه واعمل الكونديشن بتاعي. لو السرعه اللي جايه بقيت اقل من السرعه المطلوبه اعمل ايه اون للموتور وارجع اعمل اون تاني، وهكذا اوف اون. فهتلقى الموتور او الريسبونس بتاعي بيعمل اوسيليشن حوالين الريفرنس بوينت، لكن الستيدي ستيت ايرور عندي مش بيبقى بزيرو، عشان كده سموها بانج بانج كنترول. طبعا هنا اف كونديشن بيبقى السبيد لو اقل من الاس بي تارجت هعمل ايه للموتور؟ هشغله. لو السبيد اللي قاريها التاكو اقل من الريفرنس، زي هنا السرعة اللي قاريها التاكو هنا اقل من الريفرنس او السرعة اللي انا عايز الموتور يدور بيها، بالتالي اعمل الموتور اون. اول ما تزيد اعمل الموتور اوف. يبقى هنا لو السبيد اقل من الاس بي تارجت هقول له ديجيتال رايت، انا شغال ديجيتال 10 وهاي، الس غير كده ديجيتال رايت 10 ولو. ممكن برضو اشيل الس دي واكتب له اف السبيد اكبر من الاس بي تارجت هنا اعمل الموتور لو. باكد تاني ان احنا شغالين ديجيتال اون اوف كنترول. نروح للكود، الفويد سيت اب بتاعتنا عادي خالص ادي القوسين، هنكتب بين مود 10 وهشغلها كاوتبوت، وبعد كده هعمل اعرض القيم بتاعتي على السيريال، يبقى السيريال دوت بيجين 9600. بعد كده هقول له ديجيتال رايت 10 وهاي، هشغل الموتور في البدايه طبعا، وبعد كده هعمل ديلي 100 مللي سكند. بعد كده هروح للفويد لوب، ادي القوس الفويد لوب وادي قفله القوس. بعد كده انا هروح للتاكو نفس النظام زي ما خدنا في الفيديو اللي فات، انا عشان اقلل الايرور من القراءه هاخد 200 قراءه من التاكو عند سرعه واحده، يعني عند سرعه واحده للموتور هاخد 200 قراءه. طبعا العدد ده ممكن يتغير، هنا الاي بتساوي 0 واي اقل 200 اي بلس 1 في كل مره، فبالتالي من 0 لغايه الاي اقل من 200 يعني 199، من 0 ل 199 هيديك 200 قراءه. ممكن هنا تكتب 50 هيبقى من 0 ل 49 لان هنا علامه اقل، خلي بالك هيبقى عندنا 50 قراءه. جوه الفور بعمل سميشن،
اعمل سمشن ازاي؟ يبقى اول حاجه اقرب من السنسور، يبقى انالوج ريد التاك وانا موصله على A2 هخزن القيمه في متغير اسمه سنسور فاليو نوع انت. طبعا الرينج بتاع السنسور فاليو من 0 ل 1023، هعمل ديلي 10 ملي سكند. بعد كده هقول له الاي في جي بيساوي الاي في جي زي السنسور فاليو، السنسور فاليو اللي هي قراءه السنسور، دي قراءه السنسور زي ما قلنا. بعد كده الاي في جي ده متغير لازم اصفره، طبعا بصفر قبل فور مباشره واحنا قلنا ليه في الفيديو السابق. بعد كده بخزن القيمه في نفس المتغير عشان يعمل سمشن. بعد كده انا هطلع من فور، انا وطالع من فور هنا بيبقى معايا السمشن النهائي، اروح ماسك السمشن ده اقسمه على العدد. انا عندي العدد هنا 200، عدد القراءات 200، لو كان 50 هتقسم على 50. طبعا دوت زيرو هنا عشان المتغير انا هعرفه من نوع فلوت، اخزن القيمه في حاجه اسمها فيتاكو. القيمه اللي طالعه دي ديجيتال، الرينج بتاعها من 0 ل 1023. هروح اعمل ايه دلوقتي؟ القيمه الديجيتال دي هحولها لملي فولت عن طريق ان انا اضربها في 5000 على 1023، والكلام ده شرحناه في الفيديو السابق. طبعا يبقى الفيتاكو بالديجيتال اضربها في المعادله دي يطلع لي الفيتاكو هنا بالملي فولت، عشان كده انا اخترتها نوعها فلوت. خلي بالك انا كررت نفس المتغير لان القيمه القديمه دي مش محتاجها بعد كده تاني خلاص. الفيتاكو اللي طلع بالملي فولت هنا اروح ماسك الفيتاكو ضربها في 1500 على 2500، ده الكونستانت الخاص بالتاكوميتر بتاعنا شرحناه برده في الفيديو السابق. اضربها في الفيتاكو بالملي فولت هيطلع لي السبيد هنا كمتغير نوعه فلوت، لان ممكن تبقى ايه كسر او بقيمه عشريه. واروح معرف الاس بي تارجت عباره عن 750 ار بي ام نحو فلوت، عشان كده كتبت دوت زيرو. بعد كده انا هروح معادله الاف كونديشن، الاف كونديشن هقول السبيد اللي انا اريها بالتاكو، لو اقل من الاس بي تارجت المتوقع اعمل ايه للموتور؟ لو السرعه اللي انا قايسها اقل من السرعه المطلوبه اللي يدور بيها الموتور، طبيعي ان انا شغل الموتور، يبقى ديجيتال رايت و10 وهاي، ايلس غير كده اطفي الموتور. بعد كده انا هروح للسيريال، اروح اقول له بين دبل كوتيشن كده فيتاكو بيساوي، بعد كده هطبع قيمه فيتاكو نفسها، بس خلي بالك هطبع قيمه فيتاكو مين؟ اللي هي بالملي فولت، لان اتفقنا القيمه اللي قبل كده اتمسحت خلاص واتحط مكانها القيمه الجديده بالملي فولت. يبقى اللي هتطلع القيمه بالملي فولت الرينج بتاعها من 0 ل 5000. بعد كده هقول له سيريال دوت برنت، بعد كده باك سلاش تي اللي هي سيب 6 مسافات، سبيد بيساوي هيطبع كلمه سبيد يساوي، بعد كده سيريال دوت برنت السبيد هيطبع كلمه السبيد بالار بي ام. بعد كده هقول له لين في الاخر، يعني بعد ما ينهي السطر هينزل سطر جديد عشان يستعد ان هو يكرر لوب المره الجايه فيكتب في السطر دي. هعمل ديلي 3 ثواني، البرنامج انا عامل فيه ديلي عشان نقدر نشوف الكلام ده على السيريال عشان ما يبقاش سريع عندنا تلاحظ القيمه، لكن لو انا هشتغل عمليا فيفضل ان اي ديلي في البرنامج تشيله، ويكتفي ان هنا بدل 200 قراءه ممكن اكتفي بخمس قراءات او 10 قراءات، 200 قراءه كتير جدا، واشيل اي ديلي في البرنامج عشان ما ياثرش على الريسبونس بتاع الست. ده لو انا عايز اشتغل عمليا صح. نروح بعد كده للبي كنترولر، طبعا هنا هعمل كلوزد لوب، عندي الريفرنس اس بي تارجت تبقى كونستانت بيحددها اليوزر، وعندنا ده الدي سي موتور موصل على الشافت بتاعه التاكوميتر بياخد السرعه يحولها لفولت عن طريق الكونستانت بتاع التاكوميتر، احول خارجه اللي هو فولت لسرعه، لو كان عندي الريفرنس هنا سرعه لازم المعادله هنا احولها لسرعه، لو كان عندي الريفرنس فولت يبقى مباشره اخد الفولت بتاع التاكو، اطرح الاثنين من بعض يبقى الريفرنس هيدخل بالموجب وخارج التاكو هيروح بالسالب، هيطلع لي اشاره مين؟ الايرور، الايرور دي هتضرب في كونستانت اللي هو بالكنترولر وتطبق على الدي سي موتور، يبقى عندي الايرور بيساوي ايه؟ الريفرنس ناقص الميجر ده اوتبوت، الريفرنس هي اس بي تارجت وكونستانت زي ما قلنا ناقص السبيد دي اللي بيحسبها التاكو طبعا، واتفقنا لازم تبقى نفس الوحده، لو الاس بي تارجت سبيد ار بي ام يبقى السبيد اللي هنا لازم تبقى ار بي ام، لو كانت الاس بي تارجت فولت لازم المتغير اللي اسمه سبيد ده يبقى بالفولت عشان يبقى نفس الوحده، ولا يبقى كده بشتغل غلط. بروح للبي كنترولر في الكونتينوس فورم ان اليو بتساوي كي بي في الايرور، اما في الديجيتال فورم اليو بتساوي اليو زائد الكي بي في الايرور، هنا اليو هي اليو الحاليه اللي هتطبق على الموتور زائد الكي بي في الايرور الحالي، ناتج المعادله دي بيساوي اليو اللي هتطبق في المره الجايه على الدي سي موتور. اعبر عنها في المايكرو كنترولر ازاي؟ اليو هنا متغيره، فايه اللي بيعبر عن حاجه متغيره او كاوتبوت متغير في المايكرو كنترولر؟ هو البلس ويتس. يبقى اروح كده اقول له ايه؟ اليو اللي هنا بتساوي الديوتي زائد الكي بي في الايرور، المعادله دي كلها الناتج بيساوي الديوتي اللي هتطبق المره الجايه، يبقى اليو او الديوتي اللي هتطبق على الموتور في المره القادمه بتساوي الديوتي الحاليه زائد الكي بي في الايرور، ده في وضع الديجيتال فورم. نروح للبرنامج، ما ننساش ان عرف البن مود 10 كاوتبوت، وهنا البن 10 هتشتغل كبلس ويتس وليس ديجيتال اوتبوت. نروح بعد كده السيريال 9600، بعد كده اقفل القوس. بعد كده الفويد لوب اقول له انالوج رايت و10 وديوتي، طبعا احنا قلنا انالوج رايت هنا لان البن هتشتغل كبلس ويتس، انا هطلع يوم متغيره مش انت اللي هتطلعها، ده هتتحسب من المعادله،
فانا بطلع له قيمه انيشال في البدايه عشان اشغله، يبقى اقول له 10 وديوتي. ديوتي هنا الانيشال كام؟ هنقول الديوتي ب 20. ونوعها انت طبعا ممكن تكتب الديوتي بزيرو، اتفقنا ان احنا كتبنا 20 ليه؟ عشان في ثريشولد فاليو للدي سي موتور بعدها مباشره هيبتدي يشتغل، قبلها مش بيبقى شغال نتيجه الاحتكاك الداخلي، والكلام ده قلناه في الفيديو السابق. بعد كده هعمل ديلي 100 ملي سكند، بعد كده هاخد 200 قراءه من تاكوميتر لما كانت سرعه الموتور وانا مطبق عليه الديوتي ب 20. يبقى عندي ديوتي ب 20 هاخد 200 قراءه من التاكوميتر، ده كله عشان اقلل الايرور. طبعا ما انساش انال جريد 2 سنسور فاليو، بعد كده اعمل ديلي، بعد كده اعمل سميشن، ما انساش المتغير اصفره قبل 4 بتاعته، بعد كده اخد السميشن اللي طلع من 4 من هنا اقسمه على العدد، هخزنه في فيتاكو، الفيتاكو دي اضربها في 5000 على 1023 هديني الفيتاكو بالملي فولت، هاخد الفيتاكو بالملي فولت اضربها في 1500 على 2500 يطلع لي السبيد بال ار بي ام، بعد كده احسب الايرور لاني هستخدمه في معادله الكنترولر، ساوي الاس بي تارجت ناقص السبيد، الاس بي تارجت دي السرعه المطلوبه، السبيد دي السرعه الفعليه، يبقى الاس بي تارجت هتبقى كونستانت، انا عرفتها ب 750 ار بي ام، يبقى لازم السبيد هنا تبقى بالار بي ام، وفعلا هتبقى هنا خارج المعادله ار بي ام. طب لو قلت لك الاس بي تارجت 3 فولت، يبقى لازم التغير اللي هنا هحطه ده يبقى بالفولت، يبقى احط ايه مكانها؟ يبقى انا اروح حاطط فيتاكو اللي هنا دي، يبقى ما اكتبش سبيد اكتب فيتاكو، لان الفيتاكو هنا عباره بالملي فولت، والاس بي تارجت هتبقى وليكن 3 فولت، ما تنساش تضربها في 1000 عشان تبقى ملي زيها، عشان يبقى ملي فولت وملي فولت. هروح اطبق معادله الكنترولر، ديوتي بتساوي ديوتي زائد الايرور في الكي بي، ديوتي اللي هي الانيشال قبل كده ب 20 زائد الايرور وحسبه من المعادله فوق في الكي بي، الكي بي انا حطيته كونستانت فوق قبل الفويت ستوب عباره عن 1/10 نوع فلوت طبعا. يبقى كده الناتج بتاع المعادله دي هيطلع في ديوتي، هياخد الديوتي دي يطبقها في المره اللي جايه. انا هطبع على السيريال كلمه ديوتي وقيمتها، بعد كده الفيتاكو وقيمتها، بعد كده السبيد وقيمتها، والايرور وقيمتها، ما انساش انا هعمل لين مع اخر حاجه مع اخر قيمه عشان ينزل سطر جديد في المره الجايه ويطبع القيم من اول السطر، وهعمل ديلي 200 ملي سكند. في مشكله صغيره هنا، وارد الناتج بتاع ديوتي ده يطلع قيمه كبيره، لان الرينج الفعلي بتاع ديوتي اللي هو من 0 ل 255، وارد تطلع اكبر من 255 300 دي المايكرو كنترول ما يعرفش يطلعها. فايه معنى 300؟ معناها بتقول للموتور دور بقيمه اكبر من القيمه الخاصه بديوتي، على الرغم ان المايكرو كنترولر اخره 255، اروح انا اقول له لو الديوتي اللي طلعت من المعادله دي اكبر من 255 اقول له خلي ديوتي 255، يعني هو الموتور محتاج كنترول سيجنال اعلى من اللي هيطلعها المايكرو كنترولر، هيقول له لا ده انا اخر 255، بناء عليها اقول له طلع الماكسيموم. طيب وارد هنا الايرور يطلع بالسالب، ويبقى ناتج المعادله دي قيمته بسلب، وديوتي عندي اخرها زيرو، ما ينفعش تبقى مين بالسالب، واتفقنا ان هي حتى لو وصلت لغايه 20 الموتور مش هيدور، هيعتبرها زيرو عنده، لان في ثريشولد فاليو زي ما قلنا. فاقول له لو الديوتي قلت عن 20، لو الديوتي قلت عن 20 او بقت بالسالب خلي الديوتي ب 20، لان ما ينفعش يطلع ديوتي بالسالب. طب هنا استخدمت اف وهنا اف، ليه ما حدش يقول ان انا ممكن استخدم اف إلز زي كده؟ يقول لو الاف ديوتي اكبر من 255 خلي الديوتي 255، الس خلي الديوتي ب 20. الكلام ده غلط طبعا، لازم استخدم اف واف. ليه اف الس غلط؟ لان لما تقول له اف ديوتي اكبر من 255 خلي الديوتي 255 دي صحيحه، اما الس معناها خد النقيض من اف، يعني اكن بتقول له اف الديوتي اقل من 255، يعني ينفع اشيل الس دي واكتب ايه؟ اف ديوتي اقل من 255، بيبقى الشرطين بيكملوا بعض، فبالتالي لما اقول له اف ديوتي اقل من 255 خليها ب 20، الكلام ده غلط. اكني يعني لما الديوتي تبقى ب 200 اقول له ايه؟ الشرط اللي هنا يتحقق اقول له خلي الديوتي ب 20، الكلام ده غلط، خلاص؟ فلازم اقول له هنا اف اكبر من 255 خليها 255، اقل من 20 او بالسالب خليها 20، لكن في الرينج من 20 ل 255 طلعها مباشرة، روح طبقها. هنروح للبي اي كنترولر، نفس البلوك مفيش اختلاف، اللي العدل هنا هتتغير، عندنا الدي سي موتور اهو، طبعا هقيس سرعته باستخدام التاكوميتر، وعندي ريفرنس اس بي تارجت، ما انساش ان الفيدباك راجع بالسالب، بعد كده هيطلع الاي، الاي دي هتخش في معادله الكنترولر تطلع لليو، يبقى الاي بتساوي ايه؟ الاس بي تارجت ناقص السبيد، واتفقنا انه لازم الاثنين يبقوا نفس الوحده. طبعا كونتينوس فورم هنا هيبقى الكي بي في الايرور زائد الكي اي تكامل الايرور، ده بيساوي اليو. الديجيتال فورم اليو اللي هتطبق المره الجايه بتساوي اليو كي الحاليه زائد الكي بي في الايرور زائد الكي اي سميشن للايرور، طبعا معروف التكامل هو عباره عن سميشن للايرور، يبقى هشيل كل يو واحط ديوتي بتساوي ديوتي زائد الكي بي في الايرور زائد الكي اي في متغير جديد هسميه اس ايرور، يعني سميشن للايرور، يبقى ديوتي الحاليه زائد الكي بي في الايرور الحالي زائد الكي اي
في سمشن الايرور اللي هو تجميع الايرور على طول الفتره، كل ده الناتج بتاعه بيساوي الديوت اللي هتطبق المره الجايه على الموتور. نروح للبرنامج بتاعنا، الفويد سيت اب 10 كاوتبوت، بعد كده السيريال واقفل القوس مفيش مشكله، بعد كده الفويد لوب، بعد كده اقول له انال ورايت و10 وديوتي لان اليو هتبقى متغيره طبعا، يمكن البن لازم تشتغل بالس ويتس، بعد كده هقول الديوتي ب 20، بعد كده اعمل ديلي، بعد كده هاخد 200 قراءه واعمل سمشن واعرف متغير بزيرو، بعد كده اجيب الافريج بتاعي، بعد كده اجيب القيمه بالملي فولت واجيب السبيد. الكلام ده كله معاد مفيش اي اختلاف. عندنا هنا الايرور بيساوي الاس بي تارجت ناقص السبيد، المعادله دي ما فيهاش مشكله برضو. الاس بي تارجت انا عرفها ككونستنت، عرفتها هنا ب 1000 ار بي ام، والسبيد اللي جايه من هنا بالار بي ام، يبقى المعادله صحيحه. نروح بعد كده معادله الكنترولر بتاع الديوتي بتساوي ديوتي زائد الايرور في الكي بي زائد السمشن ايرور في الكي اي. الكي بي والكي اي دي كونستنت انا عرفتهم اهو، كي بي ب 2/10 والكي اي 2/1000، وعندنا الايرور من المعادله اللي فوق والديوتي لي انيشال ب 20. المشكله عندنا في الاس ايرور، الاس ايرور عباره عن سميشن للايرور على طول الفتره، فانا ايه زي ما انا عملت سميشن للاي في جي هنا هعمل سميشن للايرور، يبقى اقول له اس ايرور بيساوي اس ايرور زائد الايرور، الايرور ده الايرور الحالي والاس ايرور ده متغير، انا هحط له قيمه انيشال او البرنامج خلص فوق بكام بزيرو، يبقى زيرو زائد الايرور الحالي بيتحط في الاس ايرور. المره الجايه الايرور هيبقى ليه قيمه مختلفه، والاس ايرور عباره عن سميشن قبل كده ومعاه قيمه، هيجمع الاثنين واحطهم في الاس ايرور برده كده، وهعمل سميشن للايرور طبعا نو فلوت. في نقطه مهمه ان الاس ايرور الانيشال بتاعته لازم تتعرف قبل الفويد سيت اب، يعني قبل ما يدخل للبرنامج الفعلي او قبل ما يدخل في التنفيذ، فبالتالي لما اس ايرور هنا بزيرو فهو بيدخل جوه الفويد لوب، طول ما هو جوه الفويد لوب بيعمل سميشن للايرور. طبعا الكلام ده صحيح لان انا عايز اعمل ايه، انا عايز اعمل سميشن للايرور على طول الفتره او طول ما الموتور شغال، فلازم اعرفه بانيشال زيرو فوق خالص قبل ما يدخل البرنامج، قبل ما يدخل فويد لوب، يعني دي ما ينفعش تتصفر جوه البرنامج. هتلاقي ايه، هيعمل سميشن مره يرجع تاني لما ينفذ هيروح يصفرها كانك ما عملتش حاجه، فانا اعملها ايه تصفيرها بيبقى قبل الفويد سيت اب. كده بعمل سميشن للايرور على طول ما انا بعمل رن للبرنامج او طول ما الموتور شغال. بعد كده ما انساش الديوتي، لو عدت 255 الناتج من هنا اخليه 255، اف كمان الديوتي اقل من 20 اخلي الديوتي ب 20، اتفقنا الجزئيه دي ما ينفعش اف الس لازم اف اف. بعد كده هطبع على الشاشه الديوتي والفي تاكو والسبيد والايرور وهستنى 200 ملي سكند. عايز البرنامج يشتغل صح هعمل ايه؟ اشيل ال 200 ملي سكند اللي هنا واشيل الديلي اللي هنا. طبعا انا هطبق باي كنترولر هنا، هيبقى الستيدي ستيت ايرور بزيرو عندي، هيبقى في اوفر شوت في البدايه بس الستيدي ستيت ايرور بزيرو، دي في حاله البي اي. اما لو طبقت بي كنترولر هيبقى في ستيدي ستيت ايرور، هيبقى واضح الكلام ده في القيم. اما لو حبيت اطبق بي اي دي هنا كنترولر اعمل ايه؟ هيتضاف جزء صغير، معروف ان الديريفاتيف عباره عن طرح، فاقول ايه زائد الكي دي في طرح الايرور. ايه طرح الايرور ده؟ يعني طرح القيمه الحاليه ناقص القيمه السابقه، فاجي هنا اعمل معادله جديده كده واقول متغير بيساوي متغير جديد بيساوي القيمه الحاليه اللي هي الايرور الحالي ناقص البريفيوس ايرور، متغير اسمه بريفيوس ايرور، واروح حاطه هنا. البريفيوس ايرور هنا اعرفه فوق كانيشال بزيرو في البدايه خالص بزيرو، والايرور الحالي ادي معادلته هنا هيتحسب، هيطلع القيمه في الديفرنس هتطبق في المعادله، وبعد ما تتطبق في المعادله اجي تحت هنا اعمل ابديت هنا الايرور الحالي للبريفيوس، عشان المره الجايه لما يطرح القيمه الجديده الايرور هيكون واخد البريفيوس من الحاله اللي قبل كده. اجي هنا بعد معادله الكنترولر اقول له البريفيوس بيساوي القيمه الحاليه عشان لما يطرح المره الجايه. بكل بساطه ده هيبقى البرنامج، هيبقى اختلافات بسيطه خالص مع البي اي دي كنترولر. طبعا انا بشكركم، لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم هنطبق كل البرامج اللي خدناها في سلسله الدي سي موتور عمليا، هنعمل رن ونشوف القيم على السيريال الخاصه بالست برامج او السبع برامج اللي خدناها، هنوريكم الدي سي موتور بتاعنا والدرايفر والتوصيلات وازاي احرق البرامج دي على الاردوينو الفيديو القادم. عشان كده احنا مش عايزين نطول وقت الفيديو ده ونكتفي كده، وشكرا جزيلا.